وعوده لضيفنا العزيز كابتن ماهر همام، واللي بيتهيألي حضرتك يعني عاصرت الفتره والزمن اللي كانت المرجعيه يا اما البرامج الرياضيه التلفزيونيه او الصحافه الرياضيه، لكن ما كانش في بقى ولا فيسبوك ولا تويتر ولا وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجوده دلوقتي، واللي اكيد نتج عنها ضغوطات ما كانتش موجوده في الفتره دي. بالظبط بالظبط يا كريم، ضغوطات صعبه قوي على الفريق. هو فاروق طبعا نواند سالته سؤال مهم، الجانب النفسي. والجانب النفسي ده يعني دور اهم دور موجود في المنظومه الرياضيه. الجانب النفسي الرياضي، وده الحمد لله رب العالمين بيتعمل من بدايه الكابتن محمد الخطيب. يعني احنا دلوقتي كابتن محمد الخطيب بيدي مثل جميع رؤساء الانديه ازاي تلتف حوالين الفرقه طبعا. ازاي تلتف حوالين النادي، ازاي تدعموهم نفسيا وعند اللزوم، ازاي يبقى عندك ثبات انفعالي. بالظبط، والقرارات حتى اللي بتطلع بيحصل فيها تريز بشكل كبير. يعني انا عايز اقول لك مجلس اداره النادي الاهلي لما بيحصل اخفاق الناس بتقعد يوم واثنين وثلاثه لحد ما يطلع قرار، يطلع قرار جماعي وقرار سليم وقرار في مكانه مظبوط. فالنهارده الدعم اللي بيعمله مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب لفرقه الكوره او لجميع الانشطه الرياضيه اللي موجوده في النادي واضح قوي ومؤثر قوي. يعني رئيس النادي مركز زيهم، يعني طبعا رئيس النادي قيمه وقامه من ناحيه وهو لاعب وهو طبعا اداري وهو رئيس نادي، فكل الخبرات ديت زي ما فاروق قال بتتنقل طبعا من بدايه رئيس النادي وهو موجود معاهم في المعسكرات. الاجتماع اللي بيحصل قبل المباراه بيبقى فيه رئيس النادي هو بيقول كلمتين ثلاثه مش اكتر من كده. انا عايز تركيز، مش عايز حد يخرج على النظام، ازاي نحافظ على احترامنا للحكام، ازاي نحافظ على ادائنا داخل الملعب، اعمل اللي عليك والتوفيق بتاع ربنا. يعني جمل جميله جدا بيقولها كابتن محمد الخطيب قبل كل مباراه للاعبين، عمره ما طلب منهم انا عايز البطوله دي، انا عايز المكسب ده، انا عايز انت عارف التوفيق وعدم التوفيق. بينعكس الكلام ده كمان على سيد عبد الحفيظ اللي هو عنده 12 سنه خبره مع هؤلاء اللاعبين واللي قبليهم واللي قبليهم. فسيد النهارده بيعتبر من اكفأ مديرين الكوره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. ازاي برضك بيقدر يحافظ على الجانب النفسي مع اللعيبه، ازاي بيقدر الثواب والعقاب من خلال اللائحه لو حد اخطا. طبعا معظم لعيبه النادي الاهلي الحمد لله ملتزمين في كل حاجه، موعدهم في التدريب، موعدهم في الفطار، موعدهم في الغداء، في المحاضرات اللي قبل المباراه، في يوم المباراه. فالالتزام ده بينعكس على اداء النادي الاهلي في شخصيته داخل الملعب. فالجانب النفسي اللي احنا اتكلمنا عليه، يعني النادي الاهلي بيقوم بيه ومنظومته على اكمل وجه، وده واضح قوي طبعا في اداء النادي الاهلي. اللي حضرتك بتقوله ده والصوره اللي هي معروفه عن النادي الاهلي دي، انا نفسي بس الناس تعرف ان مهما اتكلموا مش هياثر. يعني وفروا، يعني والله العظيم ما فيش داعي، لا انت هتقدم ولا هتاخر باي حاجه هتقولها ملهاش اي لازمه، يعني الا لو انت فاضي عايز تتكلم ماشي. بالظبط نهواند، وهو كمان عايز ينون من البطل ده، ما البطل ده على طول كل سنه بيكسب كل البطولات. فانا النهارده اشكك فيه ازاي؟ ابعد بقى كده، لا وسيناريوهات بتترسم وقصص وحاجات واحنا قاعدين، ايه كمان؟ بالظبط، ومرينا كل المراحل دي، الخبرات اللي موجوده عليها. مرينا السنه اللي فاتت قعدوا لازم الدوري يتلغي، لازم الدوري يتلغي. الله، السنه دي برضك نفس الكلام، بيشككوا الدوري مش هيكمل، الدوري مش هيكمل. ان شاء الله هيكمل ويكون اهلاوي. ان شاء الله كيد الكائدين. ان شاء الله. نورت.